قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل كلمة قالها الشاعر اللي هو الشاعر لبيد، كان من شعراء الجاهلية، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، مفيش غيره بس هو الحق، وما سواه باطل يعني عدم، يعني ملوش وجود، لأن الحق وجود والباطل عدم. أدي المعنى، ترجع لعلماء الأصول، الحق وجود والوجود نور والباطل عدم والعدم ظلمة، عشان تبقى عارف الحق وجود والوجود نور دايما والباطل عدم والعدم ظلمة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما إنه مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدتني عنده. الله، ده في كل مكان يعني، هو عاوز يقول كده الشيخ. احنا ذكرنا الحديث ده بس في موطن آخر عن حاجة تانية، ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى عاوز يتعامل معاك انت يا عبد، عاوز يرفعك. ها، الحديث ده قلناه في موطن آخر عندما كنا نتكلم ان المولى عز وجل إنما أراد منك أن تتحقق من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته، يريد أن يتعامل معك. يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يقول: كيف يا ربي وأنت تطعم ولا تطعم؟ يقول: استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لأطعمتني. يا عبدي مرضت فلم تعدني، يقول: كيف يا ربي تمرض ولا أعودك؟ مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني هناك. كنت هتلاقيني أنا اللي أنا عاوزك تتعامل معايا، أنا تزورني، أنا تأكلني، أنا أي تعامل الحق في صور الخلق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من يسلف ربنا؟ من اللي يسلفني؟ وهو الذي يعطيك، لكن يريد أن يتعامل، يعطيك ثم ينزلك منه منزلا يريد منك أن تتعامل فيه بأوصاف الحق، تبقى أنت العاطي، عاوزك أنت اللي تعطي. ها، زي ما كان بيعطيك عاوزك أنت اللي تعطي، زي ما كان يمن عليك عاوزك أنت اللي تمن، زي ما كان بيتفضل عليك عاوزك تتفضل، يرحمك عاوزك ترحم أنت، عاوزك تتعامل بأخلاقه في صور عبيده. أدي المعنى، هنا يذكرها في موطن آخر أي أنه في كل مكان، ولو عدته لوجدتني هناك. ثم يقول: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، ثم يقول: استسقيتك فلم تسقني، الحديث إلى آخره. فدل الحديث على أن هذه الهياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة لها. انت في النهاية بتأكل مين؟ في النهاية بتسقي مين؟ في النهاية بتزور مين؟ إذن هي ايه؟
هياكل، لكن الحقيقة فين؟ كيف يعي الناس هذه المعاني؟ كيف يعي المؤمنون هذه المعاني؟ المؤمن يعي هذا المعنى ويتعامل مع الحقائق مش مع الخيالات الوهمية. إزاي تبقى صاحب حقائق وتتعامل مع الحقائق ولا تحجب بالأوهام؟ فدل ذلك على أن هذه الهياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة لها، فهي أشبه شيء بالظلال، أشبه شيء بالظل، ظلال الشيء. الظل بيبقى ظل لحقيقة، لكن الظل ملوش إيه؟ حقيقة في ذاته. قال الششتري رضي الله عنه: الخلق خلقكم والأمر أمركم، فأي شيء أنا لكنت من ظلل؟ ما للحجاب مكان في وجودكم إلا بسر حروف، أنظروا إلى الجبل أنتم دللتم عليكم منكم، ولكم ديمومة عبرت عن غامض الأزل. عرفتم هذا الخبير، هذا الخبير بكم أنتم هم يا حياة القلب يا أملي. قوله الخلق خلقكم هنا يعني المراد بالحق صور الأشباح، بالخلق هنا صور الأشباح، وبالأمر سر الأرواح. الخلق خلقكم والأمر أمركم، أي أن الخلق دي اللي هي الخلائق، اللي هي صور الأشباح، اللي هي الخلائق، والأمر هو الإيه؟ اللي هو سر الأرواح. أي يعني يريد أن يقول: لو كان للحجاب مكان في وجودكم لكان أقرب إلينا منكم، وهو محال. لأنك قلت يعني الشيخ هنا في الأبيات دي بيقول يعني إن الحجب دي والهياكل دي ملهاش وجود مع الحق سبحانه وتعالى، لأن لو كان لها وجود لا مش ممكن يكون لها وجود مطلقا، لأن الحق قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله أقرب إلينا من أنفسنا. ممكن واحد يتساءل: أمال إحنا إيه؟ بتقول لي الوجود إحنا مش موجودين، إحنا وهم. الوجود عدم، والوجود الحقيقي لله تعالى، الفعل فعله والوصف وصفه والذات ذاته، وما حجبك عنه إلا توهم وجودك معه، إذ يستحيل أن يوجد معه سواه. إذن هذا الوجود وهم، وجوده حكمي. نعم، قال ابن عطاء الله، ربما يرد هذا مش متذكر في هذا الكتاب أم في غيره، ابن عطاء الله بيقول إيه: فوجود الأكوان بجانب وجود الحق تعالى كالظلال، كظلال الشيء، والظل ليس موجودا بجميع مراتب الوجود، وليس معدوما بجميع مراتب العدم. معايا يا اخوانا؟ ظل الشيء ملوش وجود حقيقي في كل مراتب الوجود، ملوش وجود حقيقي، لأنه ظل الايه؟ لشيء هو الوجود الحقيقي لهذا الشيء، ولكنه أيضا ليس معدوما بجميع مراتب العدم، لأنك شايفه، وطالما أنك تراه إذن لابد أن تثبت له حكم، وجوده بقى حكمي، وهمي صحيح لكن حكمي، بتحكم بتفترض حكمي، يعني إيه؟ افتراضي، لأنك طالما رأيته إذن أصبح أثر، فلابد أن إيه؟ أن تثبت له حكم. فهكذا الكون، وجود الكون في وجود الحق، وجودنا في وجوده، وإرادتنا في إرادته. قال ابن عطاء الله: كالظلال، وهل يمنع السفن من التسيار وقوع ظلال الأشجار على سطح الأنهار؟ وهل يمنع السفن من التسيار
وقوع ظلال الأشجار على سطح الأنهار. يعني ما تشوف كده إيه وانت واقف على شط النيل بتتفرج كده وبعدين بتشوف الظل بتاع الشجرة في المية، وتيجي المركب الشراعية ماشية كده بالراحة لحد ما تقترب من إيه؟ من الشجرة اللي انت شايفها في المية. هل ظل الشجرة منع السفينة من السيل؟ وهل يمنع السفن من التسيار وقوع ظلال الأشجار على سطح الأنهار؟ هكذا وجودنا في وجود الحق تعالى، وإرادتنا في إرادات الحق تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى ده ظل، ها؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، آدي الإيه المعنى. ثم استدل على بطلان وجود الحجاب. يبقى ما حجب، يبقى الحجاب إيه هنا؟ إن من شدة يعني ما مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه، إنما حجبك بشدة ظهوره، ها؟ ومما يدلك، استدل على بطلان وجود الحجاب في حقه تعالى بعشرة أمور متعجبا. يدلك على إيه؟ إن بطلان وجود الحجاب في حقه مش ممكن يبقى هو يحجب أبدا، بعشر أمور وكلها على سبيل التعجب. فبيقول إيه؟ متعجبا من كل واحدة لظهوره مع خفائه. مش ممكن يحجب أبدا. ليه؟ قال رضي الله عنه ابن عطاء الله: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر بظهوره كل شيء؟ ده لولا أنه الظاهر ما ظهر شيء، يبقى إزاي هيحجبه شيء؟ معايا؟ كيف يتصور؟ ما خلينا بقى نتكلم بالمنطق، علم الكلام والمنطق. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ ده هو اللي أظهر كل شيء. أظهره بإيه؟ بظهوره. لولا اسمه الظاهر، لولا وصفه الظاهر ما ظهر شيء. يبقى إزاي هو اللي أظهر الأشياء يبقى أشياء تحجبه؟ إذا كان هو اللي أظهرها، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ والظاهر هو الباطن، ما بطن في عالم الغيب والذي ظهر في عالم الشهادة. إزاي؟ الذي بطن في عالم الغيب والذي ظهر في عالم الشهادة. حدش عارف يبسطها لي الحكاية دي؟ طب أنا أقول لك على حاجة، هي النخلة الكبيرة دي بما فيها من جريد وصباط وبلح وزعف وكل الكلام ده، حاجة تانية غير النواة دي؟ هي حاجة تانية غير النواة دي؟ يبقى هي باطنة في النواة ولا لا؟ النواة طلعت حاجة تانية غير غير ما ما بباطنها. يبقى الظهور ده عبارة عن ايه؟ الباطن اللي كمن في النواة بقى ايه؟ بقى النخلة. وإلا لو ما كانتش هي كانت بقت ايه؟ كانت بقت برتقال ولا بقت حاجة تانية؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الظهور هو الباطن ولا حاجة غيره؟ مفيش خلاف، ها؟ ودي قضية مهمة بالنسبة للتصوف. مش ممكن الحقيقة تخالف الشريعة أبدا، مش ممكن الظاهر يخالف الباطن أبدا، مش ممكن التصوف يخالف الفقه أبدا. إن التصوف فقه الدين قاطبة، والفقه بالدين توثيق وتخريج.
هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شيء سوى هذا فمحجوج. ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده الإمام مالك قال: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. ما ينفعش دي تبقى غير دي، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ادي المعنى. يبقى الظاهر والباطن، ما بطن في عالم الغيب هو الذي ظهر في عالم الشهادة. فحياض الجبروت متدفقة بأنوار الملكوت. من حافظ الصلاة المشيشية؟ أيوة. الصلاة إيه؟ صلاة سيدنا عبد السلام بن مشيش. فحياض الجبروت متدفقة بأنوار الملكوت. انظر جمالي شاهدا في كل إنسان، الماء يجري نافذا في أس الأغصان، تجده ماء واحدا والزهر ألوان، يا عجبا كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف، عجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل شاهد. فحياض الجبروت متدفقة بأنوار الملكوت. يعني الحق جل وعلا أنوار ذاته جل وعلا تتدفق، أنوار الذات بتتدفق إلى عالم الصفات، وأنوار الصفات تتدفق إلى عالم الآثار، عالم الأفعال. فترى هذا الكون بما فيه من جمال وجلال وإبداع وعظمة وعلم، إنما هذا الذي في الكون من أفعال وآثار إنما ناجم عن أنوار الصفات، وأنوار الصفات متدفقة من أنوار الذات. عشان كده بقول إيه؟ متدفقة بأنوار الملكوت. انظر جمالي شاهدا في كل إنسان، دي أنوار. الماء يجري نافذا في أس الأغصان، تجده ماء واحدا، وكل يسقى بماء واحد، ونفضل بعضه على بعض في الأكل. ليه؟ لأن في في نوع، في كيفية، في صفات، الصفات دي متنوعة، في ثراء، في ثراء. هذا الثراء والغنى تجده كثرة في الكون ليس لها حدود، وكل يسقى بماء واحد، لكن ده تلاقي طعمه غير طعم ده، غير طعم ده، غير طعم ده. ليه؟ لأن فيه نوعية، في نوعية مختلفة، كاليتي، كواليتي، دي مختلفة عن دي عن دي. النخل يطلع طعم غير البرتقال، غير المانجا، غير الكذا، غير كذا، وده حادق، وده حراق، وده مالح، وده حلو، وده في الحلو له أطعمة مختلفة، وفي الحادق أطعمة مختلفة ودرجات سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن في نوعيات، في ثراء في هذا. الثراء ده جاي منين؟ كل ما تعلى تجد له أصول، وهكذا تجده ماء واحدا والزهر ألوان، يا عجبا كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف. يعني كيف يعرف بالمعارف، بالأدلة، من عرفت به المعارف. واحنا عرفنا العلوم اللبيه، عرفنا المعارف اللبيه، ده هو الذي عرف المعارف. عارفين حكاية الست اللي ما بتعرفش، الست العجوز لما قابلت الشيخ الرازي قلت له: كيف يستدل بالدليل على من خلق الدليل؟ قال لها: انت مش عارفة، لما الشيخ الرازي فخر الدين الرازي كان رايح بلد من البلاد، فالناس كلها طلعت تتفرج وتشوف الشيخ الرازي، مين الشيخ الرازي جاي، وراجل كبير جاي يجري متأخر، فلقى ست عجوز
امرأة عجوز تقف بباب دارها، فقال لها: ألم تخرج للقاء الرازي؟ قالت: ومن الرازي؟ قال لها: ألا تعرفين فخر الدين الرازي، الإمام فخر الرازي الذي أتى بألف دليل على وجود الله؟ قالت: ألف دليل على وجود الله؟ والله لو لم يكن لديه ألف شك ما أجهد نفسه في البحث عن ألف دليل، وهل غاب حتى يحتاج إلى دليل؟ كيف يستدل بالدليل على من خلق الدليل؟ كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ ينفع؟ كيف يعرف بالمعارف من عرفت به المعارف؟ عجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل شاهد. عجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل شاهد. أنا بتعجب على اللي عاوز لك شاهد يدل عليك وانت اللي أشهدته كل شاهد، ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، ده هو اللي وراك بأنواره أشهدك كل شيء، فلولا أنه بأنواره أشهدك ما شهدت شيء، فكيف تستشهد عليه بشيء وهو الذي أشهدك كل شيء؟ يبقى كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ ثاني دليل. ثم قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ الأولانية أول دليل بيقول له إيه؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ ثم هنا قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ أي كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر، أي تجلى بكل شيء، تجلى بكل شيء، فلا وجود لشيء مع وجوده، لا وجود لشيء مع وجوده، فكيف يحجبه شيء؟ تجليت في الأشياء حين خلقتها، فها هي ميطت عنك فيها، فهي ميطت عنك فيها البراقع. تجليت في الأشياء حين خلقتها، فها هي ميطت عنك فيها البراقع، أي لولا أنوار الحق في الأشياء ما ظهرت. هو الذي تجلى فيها أن تجلت فيها أنواره فظهرت. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ لولا أنه ظهر بها ما ظهرت، تجلى فيها ما ظهرت. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور.